الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أيها الأعزاء، أرحبوا وأجدد لكم الترحيب. يا مرحبا بالكل والجميع، حياكم الله في ميدان النادي الكويتي لسباق الهجن هنا من خلال التحدي الكبير في مهرجان الكويت الدولي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة. هكذا متابعينا الكرام، شوطا يحمل السيارة بانتظار صاحب هذا الشوط. يا سلام، ها هو شوط اللقاء الابكار من مسافة 5 كيلومترات، مسافة حددت وخصصت لهذه الانطلاقات والتحديات المثيرة. اول المراكز والمنطلقين، ارى انطلاقة قرار لفهد بن ناصر بن شويمي الهاجري، يأتي على المركز الاول، يأتي على المركز الاول. المركز الثاني، ثاني المراكز الانطلاقة من غادة، غادة تعود مكيتها لدخيل بن سالم بن علي المري، يأتي على المركز الثاني. المركز الثالث متابعينا الكرام، الانطلاقة الحاضرة الآن مع طفرة، راشد بن حارب بن محمد الشامسي يأتي على المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع انجاز لفران بن عتيق بن محمد البريد، يأتي مع انطلاقات أبناء دولة قطر عبر المركز الرابع. المركز الخامس، مركز الخامس مشاهدين الكرام متابعينا أينما كنتم تتابعونا عبر القنوات الناقلة لهذا البث المباشر هنا من النادي الكويتي لسباق الهجن، أرى مذيار حاضر الآن لحسين بن علي بين حسين بسيقان المري، يأتي الآن متقدما مع المركز الرابع، بينما تأخر هنالك إنجاز مع فران بن عتيق آل بريد، بينما أيضا الانطلاقة مع المركز السادس انطلاقة وتميز ملحوظ بهذا الشوط. شموخ جابر سالم الجربوعي المري يأتي متسللا نحو المركز الخامس. إذا مشاهدينا الأعزاء، أسماء حاضرة، مراكز تتقدم، أشواط متميزة في هذا الصباح مع سن اللقاية. الله يا هذا اللقاية، وهنا الملتقى الدائم. مرحبا بالكل هنا حاضرين متوجهين نحو المنصة الرئيسية. نتمنى للجميع التوفيق والنجاح والمزيد والمزيد من الازدهار والتقدم. الله الله الله، صدارة الشوط مع ابناء الدار. غادة تقود المسيرة هنا مع دخيل بن سالم بن دلوان المري، يأتي عبر الصدارة معبرا عن الغادة التي تقود هذه اللحظة. المركز الثاني، شعار بالسيقان بدأ بالمناورات على المقدمة ليقدم لنا الانطلاقة، لنا التحدي، لنا هذه الإثارة المتميزة. يا السلام يا السلام يا السلام يا السلام، مذيار يا مذيار، الله يا مذيار، مذيار عبر المركز الثاني. المركز الثالث، ثالثة مشاهدي الأعزاء، شموخ، ها هي بمركز الشموخ والرفعة هو تتسلل الآن عبر المركز الثاني لجابر سالم بن جابر الجربوعي. يا سلام، الأسماء بدأت تحضر الآن. الله 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 الله، يا المستشارة حمد ناصر بن هادي الغفران حاضرا مع المركز الثالث. المركز الرابع، البراحة عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية، يا سلام، شعار العطية هنا حاضرا عبر المركز الرابع. المركز الخامس، الانطلاقة، يبدو الشعار بن كاظم حاضرا الآن هنا، يتميز الآن بهذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، خود مع المركز الخامس. إذا متابعينا
مشاهدين حضورنا بمنصة الرئيسية، أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة وإلى تحديات المقدمة. يا مخرجنا، يا من يتابع، يا من يشاهد، أنوه أنني متجه إلى الكوع الأخير، أنوه تنويه. السلام يا سلام يا سلام، مذيار مع بسقان، مذيار مع السدارة، مذيار مع قطر. الله 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 الله. المركز الثاني شموخ جابر بن سالم الجربوعي المري. المركز الثالث جبارة لحمد بن سعيد بن دهمة الغريني قعتي. على المركز الثالث، المركز الرابع رابعا البراحة عبد العزيز العطية. خامسة بن كاظم يتقدم إلى عبر المركز الخامس. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة. يا سلام، الله 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 الله. الكيلو متر الأخير الخطير للغاية يا جماعة، ما يحتمل أيات تبرير، ما يحتمل أيات مسؤولية على المضمرين والمسايرين لهذه الهجرة العربية الأصيلة. أعود إلى الصدارة، مذيار مع بسيقان والجربوعي يقدم شموخ. الله يا شموخ. شموخ غيرت على الصدارة، بينما مذيار تنافس على المركز الثاني، مركز الوساطة. بينما المركز الثالث أرى العطية. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة. يا سلام، شموخ ومذيار، المستقيم الأخير الذي يفصلنا عن السيارة. ها هي مذيار بالسيقان. الله 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 الله. إحسان يا أبو علي، هنا مع الصدارة، مع مذيار حسين بن علي بن حسين بسقان المري يقدم لنا مذيار مع هذا الشوط. سلام 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 لهذا الإنجاز إذا استمرت على هذا العرض، مع هذا الإنجاز. سلام لبسقان المري. إذا هذا الانتصار. المركز الثاني وصلت شموخ وما قصرت، شموخ لجابر سالم الجربوعي. المركز الثالث شعار العطية. المركز الرابع مشاهدي الكرام، مركز الرابع والخامس دخول جماعي. الخامس شعاب الربيع بالفعل حاضرا مع انطلاقته الممتازة بهذا الصباح. إذا مشاهدي الأعزاء، هكذا انطلاقات شوط اللقاية المتميزة من النادي الكويتي لسباق الهجن. إذا شوطا آخر مع شواطئ التحدي والإثارة. مشاهدين في شوطنا الحادي لهذا اليوم، وأيضا مشاركة 49 مشارك لهذا اليوم. أبو جابر، شلون شفت شوطنا الحادي عشر لهذا اليوم؟ شاهدنا يا أبو صقر مثل ما تشوف الشوط الحادي عشر المخصص للقاية البكار المفتوح لأبناء دول مجلس التعاون، وكان شوط قوي من ضمن الأشواط القوية، وكانت المنافسة محتدمة الوطيس إلى اللحظات الأخيرة، واقتصرت المنافسة في الأمتار الأخيرة بين اسمين واللي هي مذيار وشموخ، وحققت المركز الأول مذيار لحسين بن علي بن حسين بسيقان المري. ونهني أبو علي على الناموس ونقول نعم نجعله إن شاء نعم الله ناموس دائم نعم المشارك القادم من دولة قطر. ونقول لهم سلام الشحانية، سلام على هذا الفوز والناموس. المركز الثاني حققته شموخ الوالد سالم بن جبران المري.
ونهنيه الناموس ونبارك له. المركز الثالث البراحة العبد العزيز بن خالد العطية المشارك القادم من دولة قطر، فنشوف المنافسة احتدمت بين أبناء قطر في هذا الشوط، وكانت مذيار هي صاحبة الكلمة الأعلى، ويستاهل أبو علي الناموس، وله بغريب على شعار أبو علي تحقيق الناموس في المحافل الخليجية.